يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول بعض الخطباء في المساجد في نهاية الخطبة؟ نعم. يقول ما حكم قول بعض خطباء المساجد في نهاية الخطبة: اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، ألا يدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد هاود اليهود ووادعهم، فهل هذا اعتداء في الدعاء؟ نعم، هذا هاودهم، هذه الكلمة معناها المصالحة، المهاود معناها المصالحة، واليهود يجوز الصلح معهم إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، يجوز الصلح معهم كما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكما صالح قريشا في الحديبية. الصلح إذا كان من مصلحة المسلمين فإن الكفار يصالحون لأجل مصلحة المسلمين، هذا هو الحق. أما كلمة هاودهم معناه أن الرسول يدخل في هذا، وأنا سبق أني نبهت واحد على هذه اللفظة لكنه لم يتجنبها، هداه الله. نعم.